ومعنا لمزيد من الاطلاع الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور عبد القادر، تفضل بإطلاعنا عن تفاصيل أكثر بشأن الحملة الأخيرة في عملية الفلوجة. شكرا جزيلا وتحية لكم الجميع. هذه الحقيقة هذه بعد المرحلة الأولى التي قامت بها المنظمة مع بالتعاون مع أعراب بلان قطاع بغداد في تقديم 1350 سلة غذائية في مخيمات العامرية. جاءت هذه الثانية من هذه الحملة وهي تضمن 1400 سلة غذائية مع أربعة أصناف التمر. هذه المخيمات المخيم الكبير يحوي 21 مخيما فيها أكثر من 2750 عائلة موجودة ضمن هذا المخيم الكبير. فهذه الحملة الثانية جاءت توزيع على 1400 عائلة، وكما استمعنا إلى معاناة أعداد الجاسمين هناك نقص كبير وحاد في المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الضرورية لهذه العوائل التي تعاني أزمة النزوح، والحمد لله استطعنا أن نخفف معاناتهم ولو شيء قليل بالتعاون مع رابطة قطاع بغداد في هذه الحملة الكبيرة الثانية، ومستمرين إن شاء الله في تقديم بالعون المساعدة لهم في الأيام القادمة إن شاء الله. إذن في خطة المنظمة إقامة حملات أخرى مستقبلية؟ إن شاء الله لدينا نعم برنامج لتغطية جميع المخيمات النزوح التي توجد بالنادي فوز في محافظة الأنبار وفي المحافظات الأخرى كحسين والبوسنة وغيرها، ومستمرين في محاولة لتخفيف الضرر عليهم ومن معاناتهم إن شاء الله نستطيع معاناتهم ولو فيما نستطيع. يعني صف لنا دكتور لو سمحتم أوضاع النازحين هناك لا سيما مع فصل الصيف. بالتأكيد يعني سمع قد ضجت يعني ألسنتهم بهذه المعاناة في ولكن نحن في فصل الصيف يطالبون بمبرحات الماء من الطعام الفرق من هذه القيم اصبحت متهرئه لا تقيم حر الشمس فيعانون الحقيقه معاناه كبيره وبحاجه الى وقفه جاده من المنظمات التي تراجعت في دعمها لهؤلاء الناس تراجعا كبيرا وملحوظا، وايضا هناك تقصير يعني من اطراف الجهات الحكوميه المسؤوله عن النازحين في هذه المخيمات. فمعاناه كبيره وبحاجه الى وقف الوقوف معهم في هذه الازمه وهذه الماساه، بحاجه الى دعم على مختلف المستويات جانب الصحي وجانب الوراثي وفي الجانب التعليمي ايضا، كثير من اطفالهم يعني لا يدخلوا المدارس ويغيب عنهم التعليم يعني في هذه المخيمات. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمه ام القرى.